ميدان الرولا. يبرز اسم إمارة الشارقة بما اشتهرت به من تشييد فائق للنصب التذكارية التي تختزل الفكرة وتختزن الحكايات وتعبر عن إرث الآباء والأجداد، بالإضافة إلى إخفاء البعد الجمالي على الساحات والميادين العامة. هنا في قلب الشارقة يمتد ميدان فسيح ارتبط اسمه بشجرة كانت تمثل رئة المنطقة منذ أكثر من 50 عاما، شجرة الرولا التي جمعت بين ظلالها وأفيائها ذاكرة الشارقة القديمة، حيث كانت الملاذ الآمن لاحتفالات الأهالي في الأعياد وتجمع الناس من كل حدب وصوب يتبادلون الأخبار، كما الحكايات هي المبخرة الساحرة الذي وضع في أريجها عطر التاريخ القديم، هي خلاصة الفكر وحكمة الفلسفة وآية الجمال وقمة الإبهار، هي القلب الذي ينبض بشرايينه الجسد لتسري الروح هائمة غارقة في بحرها الحكيم، هي شجرة ذكريات التي لا تزال تعيش في القلوب وتختزنها العقول لتكون أغصانها الكثيفة شاهد عيان على تاريخ صنعه الأجداد ويفخر به الأبناء، هي الواجهة الأولى ومقصد الإماراتيين والوافدين، الأعين جميعها تلتف حولها باحثة عن موطئ قدم فيها لا تملك سوى أن تستسلم لهذا الفضاء الإنساني الذي يحاصرك بلا هوادة، لتفتح رئتيك على مصراعيهما لتدخل رائحة القدم والأصالة من دون أي استئذان. هي ببساطة منطقة الرولا بالإمارة الباسمة، إمارة الشارقة التي قررت أن أراها بعيون مختلفة أصول وأجول بين حوانيتها القديمة لأغوص في أسرار حجرها وبين حنايا بشرها. الرولا نوع من الأشجار ينمو على ساحلي الخليج العربي، معروف بخضرته وانتشار أغصانه وأظلاله، والرولا ميدان ونصب ينتصف شارع العروبة في الشارقة الآن، والرولا أيضا ذاكرة أهل الشارقة، إذ أن شجرة كبيرة باسقة ذات ظلال كانت تنتصف المنطقة قرب المراجع، وكانت ملتقى أهل الشارقة في الأعياد والأفراح والمناسبات وليالي رمضان وفي التجمعات واللقاءات، يلتقي فيها التجار وأصحاب المصالح صباحا ومكانا للسامرين ليلا، وفيها عرضت أول أفلام السينما الدعائية التي جلبتها القوات البريطانية، بمعنى آخر إن هذا المكان كان يشكل الذاكرة الشعبية لأهل الشارقة. وتخليدا لتلك الشجرة بكل ما تحمل من رمزية ومعاني، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة بتشييد نصب الرولا التذكاري، والذي قام بتصميمه المهندس كارلوس مارنياس. أصبح النصب التذكاري الذي شيد على بقايا أغصان يابسة من شجرة الرولا يمثل ذاكرة المدينة بما تحمل من تقاسيم الفرح في مواسم الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية. إذن هي تلك الشجرة العتيقة التي حمل أهم ميادين الشارقة اسمها، ذلك الميدان الذي يحتل مسطحا مستطيلا تتجاوز مساحته الكلية إلى 240,993 مترا. هي شجرة الرولا التي لم تكن
في يوم مجرد شجرة كبيرة يلتقي تحت ظلالها القريب والبعيد، بل هي في الحقيقة موطن الأسرار والحكايات وملتقى حلقات التشاور ومكان لعقد الصفقات التجارية بين التجار ومصدر إلهام الكثير من الشعراء ومفتاح للذاكرة. لابد أن نقول إن شجرة الرولا كانت ملتقى لأهل الشارقة والإمارات بشكل عام في الأعياد وسباق الخيول تحت أغصانها الكثيفة، ونجحت بجدارة في أن تمن جذورها في وجدان الناس. فكم من مسافر أنهكته الرحلة وتمنى الوصول إليها ليلتقط أنفاسه تحت ظلالها. وفي الحاضر تمثل منطقة الرولا فضاء إنسانيا مفتوحا على كل الاتجاهات وقلبا يتسع للجميع وتتصل شرايينه بالجميع، فهي مسار إلى دبي وعجمان وممر إلى كل مناطق الشارقة جديدها وقديمها. وقد تم تشييد نصب الرولا في ساحة الرولا القديمة التي تصل بين شارع العروبة وشارع الزهراء، كما يحيط بالميدان العديد من المحلات التجارية ومواقف للمواصلات التي تربط بين الشارقة والإمارات المجاورة. وقد عرفت المنطقة بتدافع الزائرين إليها خاصة في العطل الأسبوعية والأعياد. جرى تزويد النصب بأشجار الرولا والنخيل والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة في تنسيق بديع يتناسب وقيمة تلك الشجرة التاريخية، وتبلغ مساحة الميدان حوالي 250 ألف متر مربع، وتم الانتهاء منه عام 1982 للميلاد. الحياة تدب في المنطقة منذ عام 1567 ميلادية تقريبا، وها هي شجرة الرولا الشهيرة التي زرعها في القرن التاسع عشر الشيخ سلطان بن صقر الأول بعدما أحضر النبت الخاص بها، ومصدرها غير معروف على وجه الدقة، إلا أن بعض المهتمين بالبحث يؤكدون أنها من بلاد فارس، والبعض الآخر ذكر أنها شجرة نادرة لا تنبت إلا في جزر الخليج العربي، وذهب البعض إلى احتمال ورودها من بلاد الهند. أيا كان، ها هي شجرة تقف شامخة صابرة شاهدة على تاريخ المكان وأصالته. بالاقتراب من النصب المركزي نرى أنه تم بناؤه من الخرسانة، وعلى جانبي ستة شلالات موزعة بالتساوي، يتوسط بركتين تبلغ مساحتهما 700 متر مربع، وتشمل كل منهما أربعة نوافير مختلفة، كما بلغت الأبعاد الرئيسية 17.5 متر في الارتفاع والعرض 16 قدم. وشكلت المواد الرئيسية من تمثال الشجرة مسحوق النحاس الأصفر والفولاذ صنع في إسبانيا، وبلاط سيراميك مصنع ومصمم خصيصا في إسبانيا. وفي إطار سعي إمارة الشارقة للمحافظة على التراث في أروع صورة، تم تطوير ميدان الرولا وحديقة الرولا عام 2014 للميلاد، وقد استمدت التصاميم من روح الطراز المعماري المحلي الإسلامي عبر تصاميمه الداخلية وبوابات أسواره الخارجية. وقد بلغت المساحة الكلية للحديقة 36,664 مترا مربعا، توزعت بين مساحات خضراء وممرات ومسطحات مائية، كما تضمنت 7 نوافير منها 3 رئيسية و5 فرعية، بالإضافة إلى كافيتيريا تم تصميمها على شجرة الرولا.
شجرة الرولا مستودع الأسرار وقبلة الأنظار في الحل والترحال لسكان الشارقة القديمة وما جاورها. احتفظت بوميض الذكريات من خلال هذا النصب التذكاري لتبقى الرولا كما ورد الحديقة الغناء أو مجموعة الأشجار المتقابلة التي تشكل ظلا دائما لكثافة أغصانها، ويقال أن قطر جذع شجرة الرولا قد فاق المترين. كم من شاعر كتب فيها قصائد حب، وكم من شخص جلس على رملها وناجى الليل. لقد كتب عددا من الشعراء يتغنون بالرولا بما تحمله من أشواق وحنين جارف للأيام الخوالي. ونتجه إلى النصب الجانبية لنلاحظ الأبعاد الرئيسية، حيث بلغ الارتفاع 8 أمتار والعرض 3 أمتار واثنان من عشرة، فيما بلغت مساحة البركة 140 متراً مربعا وارتفاع الشلال متراً. وبنيت المواد الرئيسية من خرسانة جاهزة بلاط سيراميك وبرونز صنع يدويا مصنع ومصمم خصيصا في إسبانيا. تضم النافورة 4 نوافير مختلفة في مستويين، وجرى إنجاز النصب في عام 1982 للميلاد، فيما جرى ترميمه في عام 2014. ستظل الرولا من المعالم التاريخية التي مثلت صورة جميلة في حياة إمارة الشارقة. شجرة الرولا والتي ما زالت تذكر على لسان كثير من الناس الذين شهد البعض منهم وجودها، حيث تجاوز عمرها أكثر من 150 عاما منذ غرست في النصف الأول من القرن 19 من قبل الشيخ سلطان بن صقر بن راشد القاسمي حاكم الشارقة خلال الفترة من 1803 إلى 1866 للميلاد، ليصبح الآن ذكرى من الماضي. واليوم أصبح موقعا تجاريا بعد أن كان مكانا لاستعراض المهارات البدنية وشد السيارات وعروض اللعبة الشعبية اليونان.